أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إعلان الحكومة تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. أعلنت الحكومة تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. أوضحت وزارة الخارجية في بيان أن تعليق عمل الفريق يأتي نتيجة استمرار التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي وسوء استغلالها لاتفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه للحشد والتصعيد وتعنتها في تنفيذ الاتفاق منذ أكثر من عام. إلى ذلك ترفض الميليشيا السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالدخول وتقييم وصيانة خزان صافر العائم على سواحل الحديدة لتلافي وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وتداعيات استمرار انتهاكات الميليشيا لاتفاق الحديدة، وما هو مصير الاتفاق بعد تعليق عمل الفريق الحكومي. نبدأ النقاش بعد التقرير. غريفة يغادر صنعاء على واقع تدهور خطير في تنفيذ اتفاق الحديدة، فبينما كان المبعوث الأممي يجري محادثات مع قادة الميليشيا الحوثية في أحدث زيارة له إلى العاصمة صنعاء، تعرض الأربعاء في الحديدة العقيد محمد الصليحي أحد ضباط الرقابة في الجانب الحكومي لإطلاق نار أثناء أدائه لعمله في إحدى نقاط الرقابة بالمدينة الواقعة في الساحل الغربي للبلاد. وعلى الفور أعلنت الحكومة تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة، محملة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تبعات الموقف الحكومي الأخير. جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية والذي أوضحت فيه أن تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يأتي نتيجة لاستمرار التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي وسوء استغلالها لاتفاق الحديدة وللهدنة الناتجة عنه للحشد والتصعيد لحربها العبثية. بيان الخارجية لفت إلى استمرار الحوثيين في عدم السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالدخول وتقييم صيانة خزان صافر العائم على سواحل الحديدة لتلافي وقوع كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها، على الرغم من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة الشرعية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. ملاحظات البيان الحكومي لفتت كذلك إلى تعنت الميليشيا في تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة لأكثر من عام وتقييدها حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها بشكل غير مقبول وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار وعمل نقاط الرقابة الثلاثية. حتى الآن لم يتضح بعد ما الذي أنجزته الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى صنعاء في ظل تعدد نقاط البحث مع الحوثيين والتي لم تقتصر على الإخفاقات المزمنة في تنفيذ اتفاق الحديدة، بل شملت مآلات التصعيد في جبهة الجوف وصنعاء ومأرب في ظل توجه أممي للتصرف مع مأرب باعتبارها مجرد ملاذ للهاربين من جحيم الحرب وليست مركزاً عتيداً لنفوذ السلطة الشرعية. أبدأ النقاش مع ضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جمعة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك من باريس. أهلا بك دكتور. قرار الحكومة تعليق فريقها في الحديدة، هل تعتقد أنه يوقف خروقات ميليشيا الحوثي؟ أنا لا أعتقد أن ذلك سيوقف الخروقات، لأن الأصل أن أي جماعة مسلحة أو ميليشيا هي لا تعطي اعتبارا للجوانب الرسمية ولا للوسطاء ولا للجانب الدولي، وبالتالي يعني ما لم يشعر الحوثيون بأن عليهم ضغطا معينا سواء كان من طرف الأمم المتحدة أو ضغطا عسكريا من الحكومة أو ضغطا سياسيا من دول أخرى تمارس نفوذا على الإيرانيين على سبيل المثال، يمكن أن يمارسوا أيضا بموجبه نفوذا على الحوثيين أو ضغوطا على الحوثيين، هنا لا نستطيع أن نجزم بأن الحوثيين يمكن أن يتجاوبوا. الحكومة اليمنية بسحبها المراقبين هي سحبت المراقبين وكذلك المراقبون الدوليون، لأن ما حصل يعني جريمة باعتداء واضح على أحد الضباط الكبار من الجانب الحكومي، لم يكلف مارتن جريفيث نفسه ولو حتى بالترحم أو الأسف لما حصل، ولا نقول إدانة الحوثيين فهو لا يدينهم بشكل مستمر، لكن الأمم المتحدة ولجان المراقبة لم تذكر هذه الحادثة.
وبالتالي أنا أعتقد أنه ما على الحكومة اليمنية، وأنا أقول دائما أن الكرة في مرماها، إلا أن تحزم أمرها. أخي العزيز، القوي على الأرض هو القوي على الطاولة، هذه معادلة لا تختل ولا تخطئ. يجب أن تقوي الحكومة اليمنية موقفها على الأرض، أن تقوي الموقف بتوحيد صفوفها عسكريا وسياسيا وأمنيا وميدانيا، وأن تقوي أيضا موقفها الدبلوماسي وتنسق مع بعثاتها الدول المختلفة. وفي ما يخص الحديدة، على الحكومة اليمنية أن تبلغ مجلس الأمن صراحة، لأن هذا الاتفاق لا نقول انهار، لأنه أصلا لم يقم، لأنه ولد ميتا منذ اليوم الأول. طيب دكتور محمد، ما هي أسباب تغاضي البعثة الأممية عن انتهاكات ميليشيا الحوثي في الحديدة؟ ربما مثلا يعني من أحد الأشياء التي قد تكون هي مهمة موضوع صيانة الخزان العائم، ومع ذلك لأنه سيترك أثار بيئية ليست على اليمن فقط وإنما في البحر الأحمر، ومع ذلك هناك تغاضي، لماذا؟ طبعا أخي العزيز، الأمم المتحدة تمارس ضغوطا وتفتح عيونها على الطرف الذي يستجيب، هذا معروف من أداء ومن تاريخ ومن تصرفات المسؤولين الدوليين. هم يريدون أن يحققوا اختراقا ونجاحا، ولذلك يعرفون أن لديهم طرفين، ويرون الطرف الأكثر قابلية للضغط والأكثر مرونة مع ما تطرحه المبعوث الدولي، ثم يمارسون الضغط عليه. لا يعد استجابة الحكومة اليمنية للمبعوث الدولي ولمطالباته لا يعد مرونة بالنسبة للأمم المتحدة، ولذلك غالبا ما لا تشيد الأمم المتحدة بهذه المرونة من الجانب الأممي إلا إذا أشادوا بشكل عام بالطرفين. ولذلك الأمم المتحدة تمارس ضغطها على الحكومة ولا تمارس ضغوطها على الحوثيين، لأنها تعلم أنهم لن يستجيبوا. هذه واحدة. لكن هناك شيء مهم، وهو أن ملايين الدولارات صرفت وتصرف فيما يخص تنفيذ اتفاق الحديدة. هذه الملايين يعني تعمل عليها لوبيات داخل الأمم المتحدة وداخل البعثة الدولية وداخل البعثة المشكلة بالمراقبة. هذه الأموال الطائلة لا يمكن لكائن من كان أن يتنازل عنها، وعدم التنازل عنها يعني ضرورة استمرار اتفاق الحديدة وعدم الإشارة إلى أنه فشل، لأنه في اللحظة التي يقال فيها أن الاتفاق فشل وانهار، ستسحب الأمم المتحدة لجان المراقبة، ستلغى الإجراءات المالية الخاصة بدعم هذا الاتفاق، وهي يعني كما صرح مارتن جريفيث بلغت الملايين، ومع ذلك يطالب مارتن جريفيث بملايين إضافية بحجة أن هذه الملايين لا تكفي. طيب أخي العزيز، أنا لو كنت صاحب شركة تجارية واستثمرت ملايين في شركة ثم كانت الأرباح أو كانت النتيجة صفرا واحدا لهذه الملايين، فلا شك أنني سأصفي هذه الشركة، سأنهيها لأنها شركة خاسرة، لأنها كلفتني الملايين ولم أربح منها شيئا. لكن لأن الملايين لا تخرج من ميزانية أو لا تخرج من الحسابات البنكية لهؤلاء المسؤولين الدوليين، وإنما من ميزانية الأمم المتحدة، فهم حريصون على أن يستمر اتفاق الحديدة، وحريصون على أن يظهروا للمجتمع الدولي بأن الأمور وردية في الحديدة، من أجل أن يستمر دعم الاتفاق بهذه الملايين التي تخرج من ميزانية الأمم المتحدة. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا الصحفي بسيم الجناني. أهلا بك أستاذ بسيم. تسمعني أستاذ بسيم؟ طيب إلى حين جهوز التواصل مع بسيم الجناني ينضم إلينا أيضا من الرياض الناشط السياسي راشد معروف. أهلا بك أستاذ راشد. أستاذ راشد تسمعني؟ يبدو أيضا الاتصال براشد معروف غير جاهز. أعود مرة أخرى للدكتور محمد جميح. دكتور محمد، تتحدث أنه لو هناك ضغط يمكن أن تتوقف هذه الخروقات من قبل الميليشيا، هل نتوقع أن يحدث أي ضغط أو تصعيد ميداني من قبل الحكومة في الحديدة؟ هذا يعتمد على مدى الاستعداد الميداني. أنا أعتقد أنه يعني الطرف الذي يستطيع أن يحسم على الأرض هو الطرف الذي يستطيع أن يجعل الأمم المتحدة تتجاوب معه.
يعني الحوثيون لم يلقوا بالا لهذا الاتفاق، خرقوا آلاف المرات، ومع ذلك لم يدانوا في مجلس الأمن الدولي، بل إن مارتن جريفيث للأسف الشديد يحاول وحاول حتى في القرار الأخير كما ذكرت مرة أن لا يدان الحوثيون بما يخص المعونات الإنسانية وسرقتها، لأنه يتعلل بقوله إن التشدد من قبل المجتمع الدولي إزاء الحوثيين والإدانة حتى ولو كانت ببيان رئاسي من مجلس الأمن بأن الإدانة تصعب مهمته في صنعاء عندما يقابل الحوثيين، ويتعلل من هذا الجانب ومن هذا المنطلق يقول إنه يجب أن تكون هناك اللغة لينة إزاء الحوثيين لأنهم يواجهونه بمزيد من التعنت إذا ما أدينوا أو استخدمت لغة أكثر يعني حدية أو قوة معهم. لكن أنا أتصور أن الاتفاق إذا أرادت الحكومة اليمنية أن تمضي قدما عسكريا فأعتقد أن الاتفاق أنه يعني لم يقم أصلا، يعني الاتفاق أصلا اختصر في 5 نقاط مراقبة مع أنها جزئية بسيطة، يعني بدلا من أن ينسحب الحوثيون من الحديدة المدينة والميناء ومن المحافظة حسب نص الاتفاق، بدلا من أن يرفعوا الحصار عن تعز، أن يفتحوا الممرات الإنسانية، أن ينزعوا خرائط الألغام، أن يسمحوا بمرور العمال الإغاثة الإنسانيين إلى مطاحن البحر الأحمر، بدلا من ذلك كله يعني نجحت الأمم المتحدة نجاحا بسيطا وهو إقامة لجان مراقبة لم تستطع أن تراقب لأن إطلاق النار مستمر بشكل يومي، وآخرها أطلق الحوثيون النار على هذه اللجان وأصيب إصابة خطيرة ضابط حكومي. إذن الأمور تعود إلى الميدان، على الحكومة اليمنية إذا كانت قوية أن تتقدم، لا شيء يمكن أن يمنعها من استعارة أراضيها، القرار 2216 يخولها لاستعارة كافة الأراضي اليمنية وهو بالمناسبة صادر تحت الفصل السابع. طيب سأعود وأسألك دكتور محمد، هل يمكن أن يحدث العكس، أن يحصل تصعيد من قبل ميليشيا الحوثي استغلالا لانسحاب المراقبين التابعين للحديدة لأنها تصعد في باقي الجبهات؟ ورحب مرة أخرى بالأستاذ راشد معروف الناشط السياسي من الرياض، أهلا بك أستاذ راشد. أهلا وسهلا أخي الكريم، حياك. ما هو الأثر المتوقع لقرار الحكومة بتعليق عمل المراقبين التابعين لها في الحديدة؟ حياك الله أخي الكريم وتحياتي لضيوفك الكرام أنت والمشاهدين. بالنسبة للوضع في الحديدة وما المستجدات الأخيرة، لا جديد في الموضوع. الحكومة يعني كما تعرف هي تعرف أن الحوثيين يراوغون بكل الاتفاقيات ولا يوجد لديهم أي نية للسلام ولا لأي اتفاقيات، وإنما هم فقط يدخلون مع الحكومة بمساعدة الأمم المتحدة في اتفاقيات وهمية لتمديد تواجدهم في الحديدة وفي تهامة، وكما تعرف كانت المقاومة على مشارف الحديدة لأنهاء كل هذا الصراع، كانت كيلو أو 3 كيلو فقط تفصل المقاومة عن الميناء لتنهي كل ذلك الصراعات في تهامة. لولا تدخل الأمم المتحدة ودخولنا في دوامة هذا الاتفاق اليوم، للأسف أصبح لنا أكثر من 2 عام والناس والمواطنين نازحين بغض النظر عن الجانب العسكري والسياسي. لقد أوجز ضيفكم الكريم في هذا الجانب وتحدث عن كل شيء، نتحدث لكم عن الجانب الإنساني. اليوم لنا أكثر من 2 عام والناس مشردة في كل بقاع الأرض من بيوتهم، وكما تعرف إن المقاومة ما حررت إلا القليل فقط من القرى والشريط الساحلي، وشردت هذا وتشردت كل هذا القرى في مناطق يعني متفرقة في اليمن، لم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، وكذلك المصانع والشركات عطلت فيها الآلاف كان يعني يتقاضون رواتبهم وعملهم وكل أملهم في هذا المصانع، تقفلت كلها وأصبحوا مشردين، والوضع الإنساني للأسف أصبح يعني معاناة يعانيها أبناء الساحل بالكامل، معاناة كبيرة. يعني لو بغض النظر عن موضوع الحديدة والاتفاق الذي أوقف التقدم، لو كان هناك نية صادقة من التحالف والمقاومة المشتركة نطالبهم بتحرير ما تبقى من المديريات التي أصبحت نصف محررة،
لماذا لم يحرروا زبيد وكذلك المنصورية وبيت الفقيه، وحيث كذلك نصف محررة هذه المناطق تعتبر يعني الآن مناطق صراع، وهي كثافة سكانية كبيرة، كل أهلها أصبحوا مشردين في كل المحافظات اليمنية. أشكر. طيب سأعود لك أستاذ راشد، أعود الدكتور محمد جميح. هل هناك إمكانية أن يحصل تصعيد معاكس من قبل ميليشيا الحوثي استغلالا للظرف وقرار الحكومة بسحب المراقبين التابعين لها؟ هذا متوقع طبعا، لكن طبعا يعتمد على موازين القوى على الأرض. الحوثيون لا يصعدون إلا إذا رأوا أنهم يمكن أن يحدثوا اختراقا عسكريا. هم طبعا يدرسون الوضع في الساحل كما درسوا الوضع في نهم، وعندما وجدوا أن الفرصة مواتية هجموا. أنا أعتقد أن القوات في الساحل ربما لن تمكن الحوثيين من أن يحيثوا الاختراق الذي يتمنونه هناك، نظرا لأن هناك قوة لا بأس بها من الناحية العددية والإنسانية، وكذلك نوعية السلاح الممنوح لدى هذه أو لهذه القوات أيضا يمكن أن يكون يعني حجر عثرة من تقدم الحوثيين إذا ما أرادوا، على العكس من ما هو حاصل أو ما حصل أيضا في نهم. لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ في الحرب اليمنية، هناك كثير من المفاجآت. يعني كان الحوثيون ينكفئون، وفي الشهرين الأخيرين بدأوا بمهاجمة القوات الحكومية. لكن أنا أعتقد بشكل عام أن الوضع في الساحل الغربي أيضا يمكن أن يكون خطيرا بالنسبة للحوثيين، لأن هناك ربما نوعا من الهدنة التي يحفظها اتفاق ستوكهولم الذي لم يسقط حتى هذه اللحظة. وإذا ما قام الحوثيون بهجوم كامل، فأنا أعتقد أن هذا سيعد ربما آخر المسامير في نعش هذا الاتفاق، وهذا ربما يتيح الفرصة للقوات المرابطة أن تهاجم بقوة، وكذلك ربما تتحرر دول التحالف من هذا الاتفاق ويتدخل الطيران بشكل مكثف. والحوثيون أعتقد أنهم يراعون مثل هذه المسألة. أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الصحفي بسيم الجناني. أهلا بك أستاذ بسيم. أهلا بك أخي، مساء الخير. أستاذ بسيم، برأيك ما هي النتائج المحتملة والمترتبة على قرار الحكومة بتعليق عمل فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار؟ لا شيء متوقع، قرار سيتم إقناعه من جديد، وستعود المياه المجارية، ليست الاختراق الأول للحوثيين، هناك كان خروقات استهدفت نقاط التماس أو نقاط المراقبة قبل شهرين، وقتل أحد ضباط الانضباط في نقطة قرية منظر، ولا يوجد أي تحرجات. إن كان هناك تعليق هي عبارة عن ورقة ضغط فقط، جريفيث يعني يسير تحت غطاء حكومي بتمديد فترة تمسكه بملف الحديدة. أيضا الحوثيون طبعا يساومون على مبدأ التكلفة التي ستحدث في حال استأنفت معركة الحديدة. اليوم الحديدة ليست كما كانت قبل عام ونصف عندما وصلت القوات المشتركة إلى مطار الحديدة. كل طول هذه الفترة خلال عام ونصف من توقيع اتفاق ستوكهولم، إعادة تمركز الحوثي بشكل كبير جدا، وإعادة حفر الخنادق، الأنفاق، تفخيخ المنازل، أي معركة قادمة نحو الحديدة ستكون التكلفة عالية جدا. وأيضا هذا الأمر هو الذي تحدث عنه جريفيث في لقاءاته بالدول الراعية لاتفاق السلام واتفاق ستوكهولم. الحوثي يلعب بهذه الورقة التي يسير بها بمبدأ أنا ومن بعد الطوفان. للأسف الموقف الحكومي وإن كان متأخر ولكن ليس بالمستوى المطلوب، لابد أن تكون هناك تحركات على مستوى دولي للدول الراعية لهذا الملف أو اتفاق ستوكهولم. هناك لابد أن تكون هناك تحرك نحو تقديم احتجاج واضح وصريح على هذه الخروقات. نحن لم نتحدث عن خرق واحد أو خرقين، يوميا هناك سقوط مدنيين يقعون في رصاص الميليشيا أو بقذائف أو بألقام، سواء في الحديدة أو في الدريمي أو في حيس أو في الخوخة منذ عام ونصف. نقاط المراقبة كانت مفترض أن
يباشر فيها العمل فريق من الأمم المتحدة أو من ضباط الأمم المتحدة أو ما يسمى بحفظ السلام، ولكن للأسف اليوم نحن في منذ نوفمبر الماضي أو بالتحديد منذ 19 من نوفمبر الماضي حتى اليوم لم يسمح الحوثي بوصول أي من هؤلاء الضباط والضباط التابعين للأمم المتحدة إلى نقاط التماس. من يتواجد في هذه النقاط اليوم هم إما ضباط ارتباط القوات المشتركة أو الحوثيين فقط. لم ترفع الحواجز ولم تزال الألغام ولا المفخخات حتى يتمكن فريق الأمم المتحدة أو فريق الجنرال جوها للوصول إلى هذه النقاط ومباشرة عملهم في عملية الحد من الاشتباكات ومراقبة المعارك التي تنشب ما بين حين والآخر. هناك تعنت حوثي واضح منذ شهور، ولكن للأسف لا يوجد تحرك صريح. بالعكس، بعد حتى منع الضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى النقاط، عادت الحكومة ومددت لجريفيث في هذا الاتفاق لمدة 6 أشهر قادمة، وهو بدون أي شروط بدون أي التزامات التزم بها جريفيث الحكومة. واليوم نحن نجني هذا التمديد الغير مبرر لهذا الاتفاق من خلال الخروقات التي تتم بشكل مستمر. نحن نأمل ونتمنى. طيب سأعود لك أستاذ بسيم، سأعود لك، أعود مرة أخرى للأستاذ راشد من الرياض. هل احتمالية الذهاب نحو تصعيد عسكري من قبل الحكومة واستعادة زمام المعركة العسكرية في الحديدة ممكن ومطروح؟ أهلا أخ الكريم. بالنسبة للتصعيد، كل الاحتمالات واردة في الساحل، كل الاحتمالات واردة. كما تعرف القوات في الساحل بكل مكوناتها هي منتظرة فقط أوامر لأي إشارة للتقدم، لذلك كل الاحتمالات واردة. لا زالت القوات ترابط على مشارف الحديدة، ونتمنى ذلك أن يكون قرار حسم المعركة يعني. والحوثيين كما تعرف لا ينفع معهم أي اتفاقيات ولا سلام ولا مفاوضات، لذلك قرار الحسم وارد لا غير الحسم العسكري لا غير أي اتفاقيات مع الحوثيين. أشكرك جزيلا راشد معروف ناشط سياسي كنت معنا من الرياض. أعود وأختم بهذا السؤال مع الأستاذ بسيم الجناني، هل فعلا وارد ومطروح احتمالية الذهاب نحو الحسم العسكري؟ خيار السلام في الحديدة هو خيار دولي، وأشرفت عليه الدول الكبرى مثل بريطانيا وأمريكا، وأي استئناف للمعركة إن لم يتم بموافقة هذه الدول أن تكون هناك معركة أو حسم. أشكرك جزيلا بسيم الجناني الزميل الصحفي كنت معنا من الحديدة، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة عبد الرقيب الأبارة.